نبداو عدد اليوم جورنال فيغ بخبر عنوانه الرجاء الرياضي يعزز وصفته للدوري بفوزه على الجيش الملكي. وانتهت مباراة الكلاسيكو اللي جمعت بين فريقي الرجاء الرياضي والجيش الملكي مساء امس الاربعاء على ارضية مركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب جولة 29 منافسات البطولة بفوز الفريق الاخضر بهدفين لواحد. ونجح سفيان بن جديدة في تسجيل اولى اهداف اللقاء في حدود الدقيقة 22 وهدفه الشخصي السابع بقميص الرجاء الرياضي ومنح التقدم لاصحاب الارض والجمهور. وواصل الفريق الاخضر مناوراته الهجومية وبالتحديد مع حلول الدقيقة 31 من اللقاء سدد الكونغولي بين بادي بانغا الكرة صوب شباك الحارس أيوب الكرد، غير أن حامي عرين الجيش الملكي نجح في إبعادها وبعد 7 دقائق جرد من طرف الضيوف وتمكن لاعب الجيش الملكي إسماعيل خافي من تعديل النتيجة في دقيقة 38 من كرة ثابتة وضعف شباك الحارس أنس نيتي بضربة رأسية. وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله. وواصل الكونغولي بين بادي بانغا تألقه في مباراة الأمس وسجل الهدف الثاني لفريق الرجاء في دقيقة 56 بطريقة رائعة ومنح بذلك تقدم الفريق ضد الجيش الملكي. وحاول الفريق العسكري تعديل النتيجة من خلال العديد من الفرص، غير أن فريق الرجاء نجح في الدفاع على نتيجة اللقاء وبهذه النتيجة رفع فريق الرجاء رصيده للنقطة 59 دائما في المركز الثاني وعلى بعد 4 نقاط من الصدارة. بين مالونغو في دونور تأهبا للانتقال إلى الرجاء. وشهدت مباراة الرجاء الرياضي ضد الجيش الملكي أمس الأربعاء تواجد لاعب بين مالونغو القيطة في المدرجات. وتابع النجم الرجاوي السابق مباراة قمة الرجاء والجيش الملكي من مدرجات مركب محمد الخامس بجانب عزيز البدراوي. في لقطة كتقرب المهاجم الكونغولي من توقيع الفريق الأخضر مستقبلا، يشال أن عدة منابر أكدت أن فريق الرجاء الرياضي فتح مفاوضاته مع الشارقة الإماراتي لعودة بين مالونغو على سبيل الإعارة الفريق الأخضر، بحيث غيستغل تدهور علاقة لاعب جمهور الفريق الإماراتي لضمه في الموسم المقبل. الإصابة تنهي موسم لاعب فريق الرجاء الرياضي. وسلم الطاقم الطبي لفريق الرجاء تقرير الطاقم التقني للنادي الأخضر كيأكد من خلاله ضرورة تمتيع لاعب مروان الهدودي بعشرة أيام الراحة على الأقل بعد الإصابة القوية اللي كان تعرض لها نهاية الأسبوع الماضي. وكان مروان الهدودي تعرض لإصابة بليغة خلال المواجهة اللي جمعت الرجاء بحسنية أكادير برسم جولة 28 منافسات البطولة واللي كانوا حسموا النصوب 3 أهداف مقابل هدفين. ووضح الطاقم الطبي أن المدافع الرجاوي خضع الإثنين الماضي لفحوصات طبية دقيقة أكدت تعرضه لإصابة بالغة على مستوى الركبة، ما بعد كيستوجب إراحته لعشرة أيام، ما كيعني نهاية الموسم الكروي للاعب الهدهودي. مروان فخر يكذب الشائعات بخصوص رفض تجديده مع الرجاء. وفي تفاصيل الخبر كذب مروان فخر حارس فريق الرجاء الرياضي الأخبار المتداولة بخصوص رفضه لتجديد عقده مع النادي. ونشر فخر تدوينة ليه مرفوقة بصورة مأخوذة من إحدى الجرائد تحت عنوان فخر يرفض التجديد كحارس ثالث للرجاء، وكتب عليها شكون تيقول لهم هادشي الله أعلم. واستغرب فخر من الخبر المتداول في إشارة منه لأنه غيواصل مسار رفقة النادي مهما اقتضى الحال. عزيز البدراوي يستعد لمفاجأة زنيتي بهذا القرار. وكيتجه عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي لتجديد عقد أنس زنيتي حارس مرمى الفريق للمواسم الجديدة. وحسب مصادر مقربة من أسوار الفريق الأخضر في البدراوي غيجلس في غضون الأيام قليلة المقبلة مع أنس زنيتي باش يقدم لي عرض مادي توصف بالمحترم من أجل بقاء لسنوات أخرى بالفريق. وضافت نفس المصادر أن ما قدموا الحارس أنس زنيتي هذا الموسم من تألق بالرغم من الموسم الصعب للفريق الأخضر على مستوى النتائج، إلا أن البدراوي كيرغب بتجديد عقد أنس زنيتي ومواصلة تألقه بالفريق. وكيكلف أنس زنيتي أموال باهظة داخل فريق الرجاء بنظر القيمة المالية السنوية بالفريق واللي كانت سببت في أزمة كبيرة الرؤساء السابقين، لكن مع قدوم رئيس جديد كيتمثل في رجل الأمل البدراوي فالأخير باغي يحتفظ بالحارس الدولي وعميد النسور أنس زنيتي. رسميا متولي يرحل عن الرجاء ويحترف بالدوري القطري. وذكرت جريدة العرب القطرية أن محسن متولي عميد فريق الرجاء الرياضي غينضم لصفوف معيدر القطري في الموسم الجديد 2022-2023 لتدعيم صفوف النادي بالصورة القوية للمنافسة على بطاقة تأهل دوري نجوم قطر. وأكد نفس المصدر أنه تم الاتفاق مع اللاعب متولي بصورة رسمية وتوقيع لمدة موسم قبل الجديد وغيوصل الدوحة في الأيام القادمة عقب انتهاء موسمه مع فريق الرجاء للانخراط في تدريبات فريق معيدر. وغتكون هذه التجربة هي الرابعة للاعب محسن متولي في الدوري القطري، بحيث سبق ارتدى قميص الوكرة في موسم 2014-2017 ومن ثم انتقل صفوف الريان لمدة موسم واحد فقط، وفي موسم 2018-2019 لعب في صفوف الأهلي القطري قبل ما ينتقل فريق الرجاء الرياضي قبل 3 مواسم من الآن. طمع الوكلاء
عنوان الميركاتو بفريق الرجاء الرياضي، وكيشهد محيط فريق الرجاء الرياضي صراع كبير وتسابق بين عدد من وكلاء اللاعبين من اجل ربط علاقات مع عزيز بدراوي الرئيس الجديد للفريق الاخضر، وتفاجئ مدرب باريس مرشح لتدريب الفريق بتلقي اتصالات مع عدد من الوكلاء كيخبروه بانهم هما اللي كانوا وراء اقتراح اسمه على البدراوي وانه المدرب الاقرب لتدريب النادي، في الوقت اللي تلقى فيه الاخير اتصالات مباشره من احد المقربين من البدراوي لمعرفه مدى استعداده للاشراف على تدريب النسور، واكدت مصادر رجاويه ان عدد من الوكلاء كيحاولوا استغلال علاقاتهم بعدد من الاطر التقنيه ومنخرطين النادي من اجل جلب لاعبين الفريق الاخضر في الميركاتو الصيفي المقبل. وكشفت نفس المنابر ان الوكلاء كيحاولوا التواصل مع مقربين من البدراوي لمعرفه اسماء المدربين المرشحين لتدريب الفريق من اجل التواصل معهم للتاكيد انهم هما اللي كانوا وراء ترشيحهم لتدريب النسور الخضر، وكيستغلوا الوكلاء حاجه الرجاء للتعاقد مع عدد من اللاعبين في الميركاتو الصيفي من اجل طرح اسماء ومحاوله اقناع مسؤولي الفريق الاخضر بالتعاقد معهم حتى ولا كان بعضهم غير مؤهل لحمل قميص النسور الخضر. مدرب كبير من امريكا اللاتينيه لتدريب الرجاء الموسم المقبل، وكيدرس عزيز بدراوي رئيس فريق الرجاء الرياضي سيره نهج المدرب الاوروغواياني خوسيه دانييل كارينيو المدرب السابق للمنتخب القطري والنصر السعودي، وكيتعتبر كارينيو من المدربين البارزين في امريكا اللاتينيه ودرب العديد من الانديه في مسيرته الرياضيه في بلاده وفي دول اخرى ابرز قطر والسعوديه، بحيث توج مع النصر السعودي بلقب الدوري الممتاز قبل ما يشرف على تدريب انديه الشباب والوحده السعوديين، وكيملك كارينيو خبره كبيره في التدريب وكيدرس الرجاء سيره نهجه للحسم اذا كان غيشرف على تدريب الفريق في الموسم الرياضي المقبل من عدمه، وكيحتاج الرجاء المدرب عنده خبره وتجربه من اجل المنافسه على الالقاب واسعاد الجماهير شوية. خاصة أن المدرسة الأمريكية اللاتينية كتشبه أسلوب لعبة الطريقة اللي كيفضل الفريق الأخضر خلال المباريات الرسمية. يشار أن فريق الرجاء كيدرس أيضا سيرة نهج جروس المدرب السابق لفريق الزمالك المصري والأهلي السعودي وشتوتغارت وشالكا الألماني. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لبناء.